من مقر الجامعة اللبنانية الأمريكية بنيويورك كلام الناس ويكا بالدورة التدريبية لطلاب الجامعات يلي بدورهم قاموا بتدريب طلاب المدارس المشاركين بالمؤتمر الدولي. نحن عم نشهد هلأ المرحلة التحضيرية للجامعة اللبنانية الأمريكية اللي أخذت أكبر علامة تجارية بعالم الدبلوماسية اسمه منهجية الصفوف المتكاملة لمحاكاة الأمم المتحدة. هيدي علامة تجارية كانت تملكها الجمعية العامة للأمم المتحدة. قدرت الجامعة اللبنانية الأمريكية من سنة 2005 لسنة 2016 تبرهن أنه هو أهم برنامج لمحاكاة الأمم المتحدة بالعالم. من هيك عطتنا إياها لنقوم نحن بتنظيم مؤتمرين كل سنة. The first university that's ever been positioned in the world to manage the Model UN program. The earlier you start, as with all education, the better off you're going to be. It's much easier to help, you know, people at very young ages understand world strife and be a part of the solution with, you know, peers or role models that are just a little older than them. أكيد إنه بمجرد إنه الأليوم تستلم بروجرام هالقد كبير وهالقد على صعيد عالمي وهالقد عم يجذب أشخاص من كتير دول وطلعت من الشغل المحلي للشغل الدولي. من ناحية العالم يلي بيشتغلوا كرمال يحضروا ينظموا هيدا الإيفنت نتعلم كتير كيف نشتغل مع بعض خصوصا مع عالم غير كولتشرز. I'm here because Model UN is the activity that I can most thank for teaching me how to write persuasively, how to communicate in front of a large group of people, how to be a leader. By putting these delegates in positions to represent countries, you're really just putting them in a position to start thinking about what role they want to play in making the world a better place.